السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات وكل من يتابعنا على اليوتيوب أو على موقعنا في هذا الفيديو الخفيف الذي أود من خلاله أن أطل عليكم وأن أوضح بعض الأمور الجديدة على قناتنا. إذن إلا كتلاحظوا مؤخرا بقيت كنطرح بعض الأسئلة هنا، علاش؟ لأن الهدف ديالي هو نجمع بعض المعلومات باش إن شاء الله نبدأ معكم دعم آخر بطريقة أخرى السنة المقبلة إن شاء الله، لأن دابا المقررات كامل المشروعين إن شاء الله كلهم كاينين في الموقع، المقرر اللي بغيت كاين، بغيت نوضح بعض الأمور الإضافية. أولا إلا تلاحظوا هنايا كاين 55% من المتابعين ديالنا عدد اللي صوتوا راه 211، يعني هذه النسبة راه تمثل الحقيقة نوعا ما. إذا 55% كيقراوا الرياضيات باللغة الفرنسية، إذا واش ما غاديش يحتاجوا دروس باللغة العربية في الرياضيات؟ بالنسبة المادة الرياضيات هي المادة اللي ما فيهاش مشكل نهائي، علاش؟ لأن المصطلحات ديالها ساهلين وباينين، يعني تقدر تتبع الشرح باللغة العربية مؤقتا وتمشي للقسم وتتعلم المصطلحات باللغة الفرنسية، يعني ما كان حتى شي مشكل، يعني ما كان مشكل إلا تبعت الشرح باللغة العربية، ما عندك حتى شي مشكل نهائيا. أما بالنسبة للعلوم الطبيعية لا، كاين مصطلحات معقدة إلى غير ذلك، في هذه الحالة غتلقى صعوبة إلا فهمت باللغة العربية باش تقدر تطبق في اللغة الفرنسية، ولكن في الرياضيات ما كاينش هذا المشكل هذا. هذه من ناحية، من ناحية أخرى سنسعى جاهدا، سنبذل كل الجهد في تقديم دروس الرياضيات باللغة الفرنسية لكم إن شاء الله ابتداء من هذه السنة هذه إن شاء الله. لماذا؟ لأن المقرر باللغة العربية تم شرحه بالكامل وسوف نبدأ في اللغة الفرنسية إن شاء الله وبحول الله، ولكن لكي نستمر معكم ولكي نبذل جهدا أكبر يجب أن تدعمونا أنتم بمشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم، وكذلك يعني الضغط على زر الإعجاب وتسجيل في القناة. إذن يجب دعم القناة لكي تستمر القناة معكم إن شاء الله. إذن مشو عند السؤال الثاني المطروح، ما هي المشكلة التي تقف في طريق تفوقك في الرياضيات؟ إذن كي تلاحظوا 39% من المصوتين اللي هو 65 فوت وغادي نخليه يعني يوصل حتى ل 1000، عندنا تلاميذ عندهم مشكل في الاساسيات وهذه تقدر تزيد عليها حتى هذه، هنا ملي كيتراكم الكسل من ما كيكونش عندك الاساسيات كيتراكم عليك الكسل، يعني هذه وهذه راه كيمثلوا نفس الشيء، هذه وهذه كيمثلوا نفس الشيء. اذا ركزوا معايا مزيان، اغلب التلاميذ عندهم مشكل في الاساسيات، شنو المعنى ديال هذا؟ مثلا كاين بعض التلاميذ اللي مثلا الدرس ديال المعادلات فاهمه، ولكن ملي كيكون عنده الكسر بسطول المقام ما كيقدرش يخدم معادله فيها بسطول المقام، علاش؟ لانه ما ضابطش الدرس ديال الكسور، يعني حساب مجموع ديال الاعداد الكسريه ولا الفرق ولا الضرب ولا غير ذلك. اذا هنا في هذه الحاله كيوقع كحجره في طريقه نحو فهم المعادلات، ولهذا إن شاء الله سوف أبذل مجهودا كبيرا في تقديم فيديوهات خاصة بالأساسيات، يعني غنشرح لكم الأساسيات اللي كيخطئوا فيها التلاميذ. بالنسبة لي أنا الخبرة ديالي والحمد لله درست من الأولى إعدادية، يعني كنخدم مع الدولة ماشي كنخدم في بريفي، ولا ما كنخدمش في بريفي أنا نهائيا، كنخدم مع الدولة، قريت من الأولى إعدادية حتى الثانية بكالوريا تقريبا جميع الشعب، من الاولى اعدادي يعني قريت في الاعدادي اولى اعدادي الثاني اعدادي الثالث اعدادي وقريت في الجامعة المشترك علمي اولى بكالوريا والثانية بكالوريا. اذا الخبره في يعني التعامل مع التلامذ واكتشاف الاخطاء اللي كيديروها التلامذ الى غير ذلك الحمد لله خبره يعني جيده جدا. لماذا؟ لان الاستاذ اللي خدم الاعدادي والثانوي من الاولى اعدادي الثالث ثاني اعدادي مع الادبيين مع العلميين مع اس في تي مع بي سي مع فهاد الحاله كيفهم مزيان لي بوزوان ديال التلاميذ الحاجيات ديال التلاميذ. ولهذا وانا كنخدم قلت لكم المؤسسه ديال الدوله ما كنخدمش في بيرفي، يعني باش ما تقولش راه عنده 15 تلميذ وكيضبطهم ولا، الحمد لله كنخدموا مع 40 تلميذ وكاين نتائج رائعه وكاين تحسن، يعني ما غاديش نشوفوا النتائج هي يعني كامله وانما كنشوفوا التحسن واش كاين، الحمد لله كيكون تحسن وكذلك المتابعين ديالنا في القناه كيشهدوا على تحسن. اذا ماشي كنفتخر ولا كنبان بهذا الشيء لا، وانما بغيت نعطيكم ثقه باش تتابعوا معايا هذا الشيء اللي غندير معكم، بالاضافه الى انني عارف شنو كيحتاجوا التلاميذ، يعني عندي معلومات من خلال التجربه ديالي، كنحتاج معلومات اخرى، يعني اي واحد فيكم عنده مشكل في شي درس كيوقفلو في الطريق يكتب لنا تعليق في هذا الفيديو هذا، انا بغيت نجمع المعلومات في هذا ال 15 يوم ولا 20 يوم ان شاء الله، من بعد نبدا في الخدمه ان شاء الله. دوره الربح من الانترنت ما غاديش نتوقفوا عليها، وانما مره نبقاو نديروا فيديو منين نجيب ذاك الفيديو انطلاقا من الاسئله ديالكم، انطلاقا من الاسئله ديالكم. اذا نتمنى تكون هذه الطله فيها افاده لكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تسجلوا في القناه وتضغطوا على زر الاعجاب وزر الجرس باش توصلوا باي جديد، واي فكره جديده بغيتوا يعني بغيتوا نقدموها في القناه مرحبا مرحبا مرحبا. القناه منكم واليكم تحياتي والله يعاونكم.